صلاة السلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم. بداية راجعنا الدرس السابق ثم أخذنا القسم الثاني وهو المسائل الثلاثة. قلنا لا بد أن تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القول. قلنا أخذنا اختصار المسائل الثلاثة. من يذكر لي مختصر المسائل الثلاثة؟ المسألة الأولى
خوف عبادة وتعظيم وسر، خوف عبادة وتعظيم وسر.
الإسلام إيمان وأعلى من الإيمان إحسان. إسلام وإيمان وإحسان، هذه مراتب الدين، ثلاث مراتب، وكل مرتبة لها أركان. فتح الله عليك.
صح؟ الركن الثاني هذا، واركعوا مع الراكعين. أدلة كثيرة قلت لك، أقل ما يقال، تقول أقل ما يقال في صلاة الجماعة رجال البالغين أنه واجب، إن لم نقل كما قال شيخ الإسلام شرط في صحة الصلاة.
إماطة الأذى عمل الجوارح، قول وعمل.